للمرة الأولى تشهد القارة الأفريقية العرس الرياضي الأفريقي الذي سيشارك فيه 25 منتخبا في مباريات كأس الأمم الأفريقية نسخة هذا العام التي ستقام بجمهورية مصر العربية. ومن بين هذه المنتخبات هناك 3 منتخبات تشارك لأول مرة لها كمنتخب بوروندي ومدغشقر وموريتانيا، لعل أول مشاركة لهم تسفر عن نتائج قيمة. وبحسب القرعة التي أجريت بالقاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية وتقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعات مختلفة، وفي المجموعة الأولى الدولة المستضيفة للعرس القاري المنتخب المصري الذي يمتاز بخبرات عالية، حيث تربع على الفوز بكأس الأمم الأفريقية 7 مرات، سيواجه منتخب أوغندا وزيمبابوي أمام منتخب إفريقيا الوسطى. وفي المجموعة الثانية منتخب نيجيريا مع منتخب غينيا ومدغشقر في لقاء بوروندي. وفي المجموعة الثالثة منتخب كينيا وتنزانيا ومنتخب الجزائر مع السنغال. والمجموعة الرابعة المنتخب المغربي في مواجهة ساحل العاج وجنوب أفريقيا أمام ناميبيا. أما المجموعة ما قبل الأخيرة تونس مع مالي وموريتانيا أمام أنغولا. وللمجموعة السادسة والأخيرة المنتخب الكاميروني الذي فاز بلقب كأس الأمم الأفريقية لمرات عديدة في لقاء غانا، ومنتخب بنين أمام منتخب غينيا الاستوائية. هذه هي النتيجة التي توصلت عليها الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم لإقامة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للعام 2019 بجمهورية مصر العربية.